दरिया दरिया मेरी खता है या अल्लाह, दरिया दरिया मेरी खता है या अल्लाह। खोखड़ा वालों आप लोग साथ हैं, एक मरतबा तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह। के दरिया दरिया فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل إن منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا من بين أيديهم صدقا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا ربنا واجعلنا من مسلمين لك ومن ذريتنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن الهدى هدى الله ومن يتبع قل إن الهدى هدى الله ومن إن هدى الله هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم فقل تعال ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم يتلون الحق وهم يعلمون بس. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم
وقل